الحقيقة نحن فخورين إنها تكون أول بلدية على مستوى شمال إفريقيا تنخرط في البرنامج هذية وتنخرط في المبادرة هذية. يقول القائل هالبرنامج هذا إشنو بش يعمل للبلدية؟ إسكو بش يقعد أونيفو ستاتيستيك كيف ما عملوا فما مبادرات قبلها؟ لكن الحاجة الباهية إنه البرنامج هذية كيف سيتالي اللي بدأ بخاتيكمون من 2020 يسيتال حتى كش 2030 بش ينطلق في الاستاتيستيك متاع لي دوني اي باغ لا سويت في جلب الاستثمارات والمستثمرين وضخ المشاريع للبلديه لهنا. لي زاكس اللي باش نجمو نخدموا عليهم في البلديه هما اللي باش نعملوهم في النهايرين هذوما متاع المبادره واللي باش نقعدوا عليهم مش البلديه فقط بلديه مجتمع مدني. اول حاجه باش نخدموا على البنيه التحتيه ونعرفوا نحن الاهتراء متاع البنيه التحتيه مش في بلديه النور وانما حتى على مستوى جهوي. باش ناخذوا في المجال متاع النظافه ومتاع البيئه اللي هو السوسي الكبيره بالنسبه لبلديه النور باش نلقاو فيهم حلول ونلقاو فيهم افاق. زاد كيف كيف باش نخدموا على التربيه باش نخدموا على الايكونومي وباش نخدموا حتى في مجال الجبال الاستخلاصات متاعنا خاطر نحن اليوم في مديونيه كبيره سواء من المواطنين او حتى من الدوله. نحن مديونين لنا نحن ونحن مديونين للدوله. هذا باش نحاولوا زاد كيف كيف نلقاو فيه نخدموا على لي زاكس هذوما ونلقاو فيهم الحلول باش نجموا نتجاوزوا هالحلول هذوما ونلقاو افاق للعمل ونلقاو افاق ان باش نرسخوا المبادره هذه. المبادرة هذه اسمها SDG Cities معناها الأهداف التنمية المستدامة للمدن. جات اليوم الحي النور كأوبراسيون بيلوت باش تكون أول مرة في تونس وأول مرة في أفريقيا الأفريقيا الشمالية لأفريق دو نور مع شفشاون في المغرب زادة. وفما ألف مبادرة هذه ألف مدينة في العالم على مليار دو نسمة وهذه باش نشوفوا مع بيان سور حي النور قصرين مع البوبولاسيون تاع حي النور باش تكون هي اول وحده اللي باش تكون في المبادره هذه باش نشوفوا شنو هما لي بريوريتي نتاعها شنو هما المشاكل زاده نتاع حي النور. نحكيو مصبات حاجاتكم زبله نحكيو ترونسبور نحكيو اكسي للمدارس نحكيو وقت اللي تصب الشتاء برشا شنو اللي باش يصير باش نشوفوا احنا كيفاش نكونوا نثم nous l'expérience réveillée pour développer des actions concrètes et des solutions concrètes.